بداية نبدأ بالعوامل التي سهلت لماكرون للوصول إلى سدة الرئاسة. نعم، شكرا لكم لكم، شكرا على الاستضافة. العوامل التي سهلت على وصول الرئيس ماكرون هي صراحة ليست في الحقيقة أنه وصل بالأغلبية كما جاء في التقرير، في النتائج الدور الثاني تبدو أنها أغلبية، ولكن الفرنسيين الذين يتتبعون الوضع السياسي هنا سموه باللغة الفرنسية بريزيدون بار ديفو، أي أنه الرئيس باختيار افتراضي، أو أننا إذا أقصينا الآخرين يبقى هو الخيار الذي لا مناص منه. هذا ما حدث مع ماكرون، وقبله ماذا حدث أيضا مع كما يسمى هولندا. فرنسا من بين الأمور التي أوصلت إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم، لكن بالأرقام فاز ماكرون بالانتخابات الرئاسية، يعني أنه حصد الأغلبية من خلال منافسته لمارين لوبان. تفضل. نعم، إذا رأينا النتائج الأخيرة نستطيع قول هكذا، ولكن نعم، عندما ندرس حقيقة ونرى نتائج الدور الأول نرى أنه لم يتجاوز 20% شيء فوق 20% ببساطة، أي أنه لا يملك هذه الأغلبية الحقيقية. هذا فقط ما أردت الإشارة إليه، لأن هناك من خرجوا إلى الشارع بفرنسا، السترات الصفراء وغيرها، قالوا هذا الإنسان لا يمثل أغلبية الشعب ولا يمثل مطالبنا، وهو الرئيس كما قلت بشكل اختيار افتراضي، أي بريزيدون بار ديفو. هو وصل من جهة، لماذا وصلت فرنسا إلى هذا النوع؟ لأن الديمقراطية في فرنسا بالجمهورية الخامسة تعيش سنواتها الأخيرة، لأنها لم تعد الديمقراطية التي تسمح باختيار رئيس، بل صارت الديمقراطية التي تسمح بإقصاء مترشحين. عشنا هذا في 2002 لما الفرنسيين كانوا لا يريدون جاك شيراك، ولكن ورأوا جاك شيراك مقابل جو ماري لوبان فقاموا بإقصاء جو ماري لوبان، أي بقي شيراك. رأيناها في عندما أراد الفرنسيين إقصاء ساركوزي لأنهم يكرهونه، فاختاروا بين قوسين هولندا. رأينا هذه المرة لما جرب الفرنسيين اليمين الذي كان ساركوزي ثم اليسار هولندا، وسئموا وأرادوا شيئا آخر، وظنوا أن ماكرون هو الوسط لأنه عرف نفسه وهو الوسط، فذهبوا نحوه. وهذا من ناحية. الناحية الأخرى، ماكرون يجب عندما نرجع إلى سيرته الذاتية نرى أنه من الجماعة التي تصول وتجول أو تعمل بالجماعة التي لديها الأموال هنا بفرنسا، وهي عائلة روتشيلد، والكل يعلم أن عائلة روتشيلد لديها بنوك في العالم بأسره، وهي عائلة من أصول يهودية. واليوم الذي يتتبع حقيقة لكيف تسير السياسة في العالم، البنوك تعطيك الأموال، ثم الأموال تعطيك الإعلام وتعطيك مراكز صبر الآراء وتعطيك أمور أخرى، ثم الأموال والإعلام ومراكز صبر الآراء تعطيك القوة كي تدعم السياسي أو تفرض السياسي الذي تريده، لأن لديك هذه القوة الكبيرة التي تسمع لك في القرار. لهذا أنا لا أريد أن أدخل في نظرية المؤامرة، ولكن يجب أن أشير إلى عندما تكون مجموعة أو أناس هم في العالم لم يتجاوزوا 16 مليون، ولكنهم فهموا كيف يسير العالم، وهم يتحكمون في جل البنوك، يتحكمون في هوليود، ومن خلال هوليود يستطيعون إعطاء الأفكار التي يريدونها، يتحكمون في الإعلام، جل الإعلام هو في يدهم، رغم أنهم بذكائهم لا يسمون إعلامهم لا شالوم ولا كلمة أخرى، يسمونهم أسماء عامة تترك الكل ينصاعوا وراء كلماتهم. لهذا وهم أيضا في السياسة لديهم لما نرى في السياسة الفرنسية نراهم في الحزب الوسطي والحزب اليميني والحزب الحزب اليساري وكل الأحزاب. وهنا نرجع إلى قاعدة تسير بها هذه الشريحة من الناس، أنها قاعدة أنه هناك استراتيجية للتغلغل والتحكم في العالم، ولكن بطريقة ذكية. وأريد أن أشير لكل المسلمين الذين يشاهدون هذه القناة، شخصيا أنا زرت معبد يهودي في براغ، في سيناغوغ في براغ، ولما دخلت رأيت رسالة كتبت في الأربعينات القرن الماضي، يقول فيها حاخام هؤلاء الناس، يقول لهم سموا أسماءكم مثل
الألمان، البسوا مثل الألمان ولكن لا تنسوا رسالتكم. أي أننا أمام أناس صراحة يعني يناورون ويعملون وهم يعني ليس يعني بالأحرى أن يضعوا يعني في المقدمة يعني. نعم. إذن كيف يمكن أن نلخص العوامل التي أتت بماكرون لسدة الحكم بتلخيص لهذه العوامل؟ بالتلخيص لهذه العوامل، هناك يعني هناك من جهة أنه كان مع جماعة الأموال التي لديها تتحكم في الإعلام وتتحكم في مراكز صبر الآراء وتتحكم في يعني في شبكة يعني وطنية كبيرة، ومن جهة أخرى هناك تذمر ومحاولة الهروب من اليمين ومن اليسار ومع التخوف من اليمين المتطرف. لهذا عندما يرى أي فرنسي يرى أن هناك العديد وأنا أعرفهم لم يصوت له في الدور الأول، ولكن في الدور الثاني لما رأى ماري لوبان ورأه اختاره. لهذا هناك عاملين اثنين، قضية الإعلام والتحكم في هذه الأمور، ومن جهة أخرى قضية يعني هذا الفراغ يعني السياسي الذي أو يعني الهروب من اليمين واليسار الذي جعله ينجح بالصفة. وأريد تذكير النقطة بسيطة، هناك مرشحين قد كانوا سيصلون إلى سدة الحكم، ولكن الجماعة التي لديها الإعلام عندما أرادت جماعة إيصال ساركوزي إلى سدة الحكم، وكان دياسكا هذا الذي كان يساري وكان يعني لديه يحظى يعني بثقة، قاموا بخلق يعني مشكل لأمور يعني جنسية له في أمريكا وقاموا بإسقاطه. في انتخابات ماكرون نفس الشيء، كان هناك يميني أي أن الفرنسيين خرجوا من اليسار وقد يختاروا اليمين فرانسوا فيون، وأخرجوا له آلاف المشاكل وهو بالإعلام تم إخراجها، وهو وظف زوجته وقام بسرقة أموال، وفي النهاية قاموا بإقصائه ففرغ اليمين. وطبعا اليسار هو خرج من الحكم، أي أن من يكون في الحكم أي أنه الوسط الكاذب الذي هو إيمانويل ماكرون.